ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا فيديو جديد من قناتي انت ست البنات مع نسمه. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تدوسي على كلمه اشتراك الحمراء وتدوسي على الجرس اللي جنبيها وتاكدي ان بيطلع لك ثلاث حاجات في الكل ومخصص وبدون اشعارات. دوسي على الكل علشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بيه على طول. النهاردة الفيديو ده حلو جدا عشان في بنات كتير سألتني عن الحنة بتاعتي اللي انا بحطها وازاي بتبقى ثابتة وسودة، فانا النهاردة هعمل معاكم الحنة وطريقتها. بس قبل ما نخش في الفيديو ياريت توصلوا الفيديو ده اكتر من 100 لايك، يعني ياريت يجيب 500 لايك عشان الفيديو يرتفع وفي بنات كتير تستفاد بيه وتشوفه وتدعيلي. اول حاجة انا جبت دي، طبعا ده كيس الحنة بتلاتة جنيه. ده طبعا ايه، مش الكمية دي حنة، ده احنا ده انا عملت منها كذا مرة. كيس الحنة انت بتطلبي من العطار بتقولي له عايزة حنة، دي تنفع تعمليها لشعرك ولضوافرك عادي، ممكن ترسمي بيها. دي الحنة العادية اللي بتقولي له عايزة حنة بتلاتة جنيه مثلا او باتنين جنيه، بتديكي حبة في كيس وبيقعدوا معاكي، يعني بتقعدي تعملي منهم كذا مرة. وكمان الحجر الاسود ممكن تجيبيه حجر وانت بتطحنيه في البيت، وممكن تقولي له انا عايزة الحجر مطحون، بس انا هو تقريبا ده مطحون، وبتقولي له عايزة باتنين جنيه بس، فبيديكي حبة بتاخدي بس كل مرة بتيجي تعملي حبة صغيرة جدا، بتقعد معاكي الكمية دي فترة طويلة. وكمان هنحتاج اكسجين، دي انت بتروحي للصيدلية اي صيدلية وتقولي انا عايزة اكسجين طبي، مفيش انواع معينة، يعني بتبقى لونها ابيض كده، تبقى حاجة بيضة. ودلوقتي هنستخدمها مع بعض. شوفي بقى انت بتحطي حسب الكمية اللي انت عايزاها، واحسن لك انت لو مثلا هتعملي ضوافرك بس ممكن تستخدمي غطاء اي ازازة او برطمان، حاجة يعني انت مش عايزاها تاني وهترميها. انا عن نفسي بستخدم العلب دي، بتبقى حلوة وصغننه كده وشيك. دي ماما بتجيبها من محلات الاطباق بلاستيك، معلقه كده عشان هي كبيره فواخده كميه كبيره. وهنحط كده على الكميه اللي احنا حطيناها، هنحط ايه على طرف المعلقه كده بس. ودلوقتي احنا بقى ايه، هنحط عليهم اللي هو الاكسجين الطبي، ولعلمكم ما بيحرقش خالص في الصوابع وفي الشعر كمان مش بيحرق، يعني حلو جدا وصحي. هو انت بتقولي له في الصيدليه عايزه طبي. العلبه دي تقريبا كانت ب6 جنيه، كنا لسه جايبينها قريب. والحنه اللي انا كنت حاطاها دي يعني قاعده من العيد، حلوه جدا يعني. ممكن بقى ايه ناخد كده حبه صغننين، يعني مقدار كده معلقه صغننه. وكمان انت بتحطي حبه حبه صغيرين. وهنقلب، احنا هنستخدم بقى النهارده في التقليب والاستخدام بسلكه الودان، حلوه جدا وعمليه يعني. شكل كده هيحتاج كميه كبيره عشان احنا حاطين كميه كبيره. كده نقلبه كويس، ولو حسيتي ان المخلوط بتاعك لو محتاج ميه ممكن تحطي ميه، وما ينفعش تحطي على صوابعك الا لما تتاكدي انها اسودت خالص عشان الحجر الاسود يكون بان وتفاعل. مش عارفه ليه حاساها كده لسه ما عملتش، لسه عايزه تاني عشان احنا حاطين حنه كتير. طبعا الحبه دول يكفوكي انتي ومامتك واخواتك في البيت، يعني هتبقى كميه كبيره ووفيره يعني. واحنا كده حاطين اكسجين كتير، احنا كده ممكن بقى نحط نقطه ميه. كل ما تبتدي تقلبي بقى كل ما تحسي انها بتغمق معاكي، لو حسيتوا انها لسه برضو تقيله كده تحطي بقى ايه نقطة مية صغيرة خالص، يعني كده هتلاقي تلاحظي انها ابتدت ايه تسود معاكي،
وابتدت ايه تغمق، والكلكعة دي هتبتدي تفك دلوقتي. وما تحطيهاش على طول على صوابعك، اول ما تعمل كده لا، تستني كام يعني نص دقيقة كده لحد ما تسود معاكي، عشان اول ما تحطيها على صوابعك تديكي اللون الغامق الاسود اللي انت عايزاه. بعد ما لقيتها كانت تقيلة كده شوية، فحطيت لها ايه مية، ولما حسيت ان اللون بتاعها خفيف شويه فقمت حطلت سنه كده من اللون الحجر الاسود. انت برضو بتشوفيها على حسب اللون يعني، هي كمان كل ما بتقلبي فيها بتبتدي تبقى القوام بتاعها كده واللون بتاعها بيغمق، فانت خدي بالك بقى من اللون. وخلي بالك يعني لازم معاكي وايبس عشان تمسحي فيها لما تحسي ان الدنيا لخبطت معاكي. انا عملت بسلاكة الودان وعجنت بيها وشلتها، وجبت بقى سلاكة السنان حلوة جدا لانها رفيعة كده وما بتبهدلش معاكي، وتقدري تحطي من غير ما تلخبطي. ولو مش عندك دي ممكن تستخدمي الكبريت، يعني عود الكبريت بتاع زمان ده لو عندك ممكن تستخدميه. يعني الجيش قال نتصرف بالراحة بقى وبتأني، لان الحاجات دي ما فيهاش معلش. يعني لو بهدلتي الدنيا هتبتدي ايه تطلع معاكي حوالين بره على صوابعك، وهتبهدل الدنيا معاكي. فانتي بالراحه بقى بتحطي كميه معينه وبتسيبيها لحد ما تحسي ان صباعك كده ايه، لو جيتي تلمسيها تلاقيها ناشفه. انا بقى هعمل بقيه صوابعي بالشكل ده، وهسيبها تنشف خالص في صوابعي كلها، وهبقى اجيب اوريها لكم وهي ناشفه قبل ما اوريكم الخطوه الاخيره. ورجعت لكم بقى يا بنات بعد ما الحنة نشفت، ده بقى شكلها. بتحسي كده ان هو ايه تحطي صباعك عليه تلاقيه مش بيطلع في ايدك، والحمد لله يعني ما بهدلتش، ما حاولت على قد ما اقدر ما بهدلش الدنيا. ده شكله، عايزه اوريكم شكلها كده. تحسي انها لما بتنشف بتبتدي تلمع في ايدك، وباي وايبس ممكن تمسحيها. عشان هي كده خلاص نشفت، في ناس ممكن تشطفها عادي في المية، وممكن احط عليها كده الوايبس عشان ما تبهدليش يعني حتى الحمام والحوض. وبتعملي كده، انا هي حاساها ناشفة قوي فمحتاجة مية، فانا بقى هروح اشطفها في واغسلها ووريكم شكلها بعد ما غسلتها. ورجعت خلاص يا بنات بعد ما غسلت ايدي، ده شكله. ولو عايزة تدي لضوافرك تحس يعني نعومة وكمان تلمع بدل ما اللون يبقى مطفي، فممكن تستخدمي زيت زيتون او زيت جونسون لو مش عندك. انا جبت قطن اهي، ده زيت جونسون، ونحط كده وتمشيها على ضوافرك. هتلاحظي لمعان جميل جدا. انت بتعملي كده، انت اصلا كل يوم لو عايزه ضوافرك تبقى قويه وبتلمع ممكن تستخدمي زيت الزيتون. لو مش عندك زيت زيتون اي بقى زيت جونسون عندك برضو حلو بداله، يعني كبديل ليه. طبعا باين الفرق بين اللمعه دي واللمعه دي. بس كده خلاص، يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 500 لايك. واللي عجبه واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وشجعوني علشان انا بقعد فترات طويله مش بنزل بسبب التفاعل، اما التفاعل بيزيد بتفاعل وبنزل فيديوهات اكتر، يعني نفسيتي بتبقى كويسه ومساعداني ان انا انزل فيديوهات اكتر. ياريت تدعموني على طول باللايك والشير لاصحابكم على الستوريز او على الفيس او على الواتس. يا رب بقى اكون افدتكم النهارده بحاجه ولو بسيطه، واشوفكم المره الجايه على في فيديو جديد. مع السلامه.